وبالخصوص الأمهات حائرات اليوم ستبدأ رحلة السؤال ورحلة تهيئ المدرسة، وتبدأ كذلك طريقة التفكير في حلول لقفة مدرسية صحية فيها موكلة لوليداتنا اليوم، ويعني إمكانية كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي يعني عبر يعني مجموعة من الجروبات اللي كيتواصلوا فيها النساء وكيعطوا أفكار لبعضياتهم في كيفاش أنهم يحضروا بعض المأكولات أو بعض يعني الحلول البسيطة باش تكون القفة مهيئة جيدا وصحية. الدكتورة مريم الوهلي المختصة في التغذية والحمية بفرنسا غتعطينا كذلك يعني من تجربتها ومن تكويناتها ومن مسيرتها العريقة في مجال التغذية بعض الحلول. أهلا وسهلا بك دكتورة مريم من فرنسا معنا. صباح الخير على جهان، على سلامتك، ونتمنى تكوني ديما بصحة جيدة، وانا فرحانة انك تجددت التواصل ديالي مع المغاربة عبر الإذاعة الوطنية. مرحبا 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 دكتورة مريم الوهلي، انت ام كذلك، ويعني هاد المهمة هذه العظيمة هي صعبة دكتورة مريم الوهلي، وبالخصوص عندما تتحمل المرأة يعني كل مهام ربما في الحياة، من المهام ديالها وهذا التهيئة ديال القفة المدرسية كيفاش ممكن أنها تكون صحية وتكون كذلك يعني عندها حسن ذوق الوليد ولا البنية اللي كيمشي المدرسة تكون صحية على الجهان وعلى الذوق ديال الطفل، وكذلك لتحقق ليه المهارات العقلية، لأن بزاف الآباء مؤخرا يعني السؤال اللي تطرح بزاف واش صح كاين حلول اللي ممكن أنها يعتمدها باش يحسن المهارات العقلية عند الطفل. وحنا تنشوفوا يعني من غير تغذية، ما غنتكلم على التغذية، ولكن بصح ولاو الآباء يديروا دورات تكوينية باش يربوا وليداتهم بطريقة مزيانة، نقولوا بطريقة صحية، وتدخلوهم بعد المراكز باش يحسنوا من المهارات المعرفية ديالهم ولا كونسونطراسيون ديالهم. ولكن السؤال اللي تطرح واش هذيك واش كاين شي ماكلة اللي تتحسن من المزاج أول حاجة ديال الطفل لأنه تكون حركي بزاف، وكذلك من القدرات على التركيز والمعرفة عنده. ونجد لكم يعني آخر ما يتداول يعني نقوله في السوق اللي هو نورمالمون لو ريجيم مايند، هو واحد الحمية نقوله بالعربية حمية عقلية اللي تقترحت من طرف بعض الباحثين يعني في أمريكا. وهذه الحمية قال شبيهة بالحمية يعني لوريجيم ميديترانيا، ولكن مختلف شيئا ما. أنا غنذكروا شنو هما الأساسيات في هذه الحمية العقلية. أول حاجة المكون الأول هو الخضر والفواكه. ألو بالنسبة للخضر ركزوا بالذات على الخضر الخضراء، لأول حاجة تتحتوي على بروتين، والطفل هو فترة النمو داكور محتاج البروتينات. البروتينات متتواجد غير في اللحومة، تتواجد كذلك في الخضر من بينها الخضر الخضراء، وكذلك علاش ركزوا عليها لأنها غنية بالفولات أو لا فيتامين بي نف. ألوغ فيتامين بي نف وهي مجموعة يعني تنتمي لمجموعة تاع الفيتامين بي اللي مهم جدا لنقل السيالة العصبية أو لنقل ميساج من عصب إلى عصب. نهضروا على نقل السيالة العصبية، يعني تنعرف بأن الطفل غادي يستوعب هذيك المعلومة وغادي تكون إجابة يعني نقدروا نقولوا إجابة فيها تفكير وسريعة داكو. وكذلك الكاروتينويد. ألوغ خصنا نعرفوا بأن الدماغ خصوصا الدماغ ديال الطفل هو أكبر منتج المستهلك للطاقة، وكذلك أكبر منتج المواد المؤكسدة اللي هما اللي غادي كوليبر أو الجزيئات الحرة اللي ضروري الجسم ديالنا خاصنا يتحرر منهم، ولكن راه الجسم ما عندوش جميع الآليات باش يتحرر منهم، لذلك خاصنا نعزوها بالتغذية. ومن بين هاد مضادات الأكسدة اللي تخلينا نتحرروا من الجزيئات الحرة هما هاد الكاروتينويد اللي تنقاهم في الجزر، وكذلك في الأشياء الخضر اللي تتكون ليمونية بحال القرعة الحمراء الجزر حتى الفلفلة فهي غنية بالكاروتينويد. دونك هاد الشيء ضروري أنه يكون في الطبق ديالو هذه الأشياء، خضر خضراء ليمونية ملونة اون جينيرال داكو. ونتكلموا على الفواكه. ألو الفواكه اللي ركزوا عليها في هذه الحمية هذه هي الفواكه الحمراء، مثلا الرمان الفريز الفرومواز، المهم اللي تتواجد أي سوريز أي حاجة حمراء في الفواكه مزيان أن الطفل يتناولها لأنها غنية بأقوى مضادات الأكسدة اللي تسميهم حنا لي بوليفينول اللي فلافونويدات، وكذلك بلا فيتامين سي. دونك ما تيخليش يعني العصب ديال الطفل يعني نقولوا تيتلاشى داكو ولا تيتقال. دونك تي قديمه يعني تيكون كاين اللي تيكون عنده ديك سريع الاجابه، كاين بعض الاطفال سبحان الله العظيم تبارك الله عليهم عندهم واحد القدرات
العقليه اللي تتكون كبيره بزاف. نعم. لربما تتناولوا هاد المضادات الاكسده اللي تحتوي على هاد يعني تتكون في هاد المواد هذه. كذلك البنان. نعم. البنان اول حاجه لانه غني بالمغنيسيوم. الناس يعرفوا الضغط على المغنيسيوم تيخلي الطفل مهدئ ولا الشخص مهدئ. ماشي غير هكا، لان المغنيسيوم كيدخل كذلك في نقل السيوله العصبيه، مهم جدا الاعصاب ديالنا وخصوصا ديال الطفل، وما تيخليش الافراط في التفكير، تيخلي واحد لا غولاكتاسيون واحد التوازن. يعني ما تيكونش غير الطفل غير حركي وتيبقى ينقز وتيبقى يفكر وتيبغي، لان الطفل هو يعني في هذيك الفتره يعني تيبغي اكسبلواتي، تيبغي يعني يشوف يكتشف ويستهلك بزاف تاع المعارف او الطاقه ديالو. دونك هنايا يخلي المغنيسيوم يعطي واحد ليكيليبر داكوغ، واحد التوازن اللي تيخلي الدماغ بصحه جيده. الوغ العنصر الثاني اللي نتكلموا عليه هو الاوميغا 3 او الدهنيات الجيده اللي تتكون بزاف في الاسماك. وركزوا وقالوا بان الطفل خاصو يستهلك على الاقل 3 مرات السمك في الاسبوع. نعم 3 دونك 3 مرات الاسبوع، لان غنيه بالاوميغا 3 خصوصا الاسماك اللي تتكون دهنيه. نعم. بحال السردين الطون توفر عندنا في المغرب، طون سومون، الصومون، كلهم لاتخويت. نعم. فوالا. نعم. كلهم جيدين للطفل وممكن. نعم. انهم يستهلكم بطبيعه الحال مع تنويع يعني في السمك، ما نبقاش نعطيه نفس السمك. اوكي. نقدر نعطي الاسماك البيضاء حتى هي غنيه بالاوميغا 3 وغنيه بالفيتامين دي اللي مهمه جدا. الشرن، الشرن دكتوره مريم الوهلي لانه صديق البسطاء، هل هو غني بالاوميغا 3؟ رائع جدا. إياك. غني. نعم. بالاوميغا 3 ولكن ما نقارنوش بالسردين. طيب اذا السردين يعني اغنى، السردين احسن. الوغ بنتكلم كذلك على اللوز والقرقاع. لان يعني مؤخرا ونشوف صح بان الاباء ولات يحتوا الاطفال ديالهم ياخذوا اللوز والقرقاع. ماشي غير هكذاك، لانه صح كيساعدنا على التركيز. لان اول حاجه احسن كوكتيل كاين في اللوز والقرقاع، كاين فيه الفلافونويدات اللي هما مضادات الاكسده والبوليفينول، وكذلك غني بالفيتامين او. فيتامين او صعيب نلقاوها في التغذيه، كاينه في لافوكا وكاينه في لافوكا قلال الاطفال اللي تيتناولوها. لذلك تنقولوا اما اللوز اما القرقع، ضروري الطفل يوميا ياكل واحد الحفينه تاع اللوز والقرقع ولا كاوكاو ولا نواد كاجو، مهم جدا لانه غني بالعناصر اللي تساعده انه يركز اكثر ويخلي عنده واحد القدره مزيانه في التفكير. نهضروا على البيض لان حتى هو رفيق البسطاء يعني متواجد. البيض غني بالفوسفوليبيد وهذه الدهنيات مهمه جدا لهذاك الغشاء اللي تتكون فيه هذه الاعصاب هو فتره النمو. دونك اي حاجه اي عضو راه باقي توا فتره النمو، دونك مزيان اننا نعطيه البيض يعني بكميات معقوله بطبيعه الحال في الاسبوع، ولكن هذا لا يعني اننا نحيدوا من الطبق ديالو الا كانت حساسيه. الا كانت حساسيه ونحيدوا، ولكن مهم جدا البيض الاطفال خصوصا اذا كان بالليل. بيضه كل نهار، بيضه كل نهار ماشي كثيره دكتوره مريم الوهلي؟ ماشي كثيره. طيب. ماشي كثيره. نعم. ويتناولها مثلا في الصباح او حتى في المساء، ماشي ولا حتى في الغداء، ماشي مشكل، لان غنيه بالكولين. الماده هذه تتخلي الطفل ينتج ما يسمى بواحد الناقل عصبي لاسيتيلكولين اللي مهم جدا في لا ميموار او لا في الذاكره. داكوغ. تيخلي انه يعقل مزيان ويكون عنده حتى حفظ سريع. دونك كذلك نهضروا على الحبوب الكامله. الروز الكامل، ما تهضرش على الروز البيضاء، الروز الكامل مهم جدا للاطفال. الحبوب يعني الخبز الكامل، البات اللي تيكونوا يعني كاملين يعني قمح كامل قمح كامل. الوغ علاش؟ لان تيخلي تفرك الطفل هو مستهلك للطاقه. نعم. داكوغ. خاصو السكريات. نعم. وهذا المصدر تاع السكريات رائع. نعم. جدا للطفل، لانه واحد المصدر اللي ما تيتحرقش دغيا. طيب. تيبقى واحد المده عاد تيتحرق. نعم. ماشي بحال السكريات البسيطه ولا البيضاء. داكوغ. دونك وتيخليش عنده هذاك لي بيك دانسولين، ما تيخليش ان البنكرياس تنتج ليه الانسولين بكثره. طيب. لان الانسولين كذلك تنتج كثره مدمره للدماغ. طيب دكتوره، طيب بما انه يعني منصوح ببعض الاطعمه في هذا الريجيم مايند او حميه العقليه اللي تكلمتي عليها دكتوره مريم الوهلي، هناك بعض الاطعمه اللي خاصنا نبتعدوا عليها في هذه الحميه، شنو هي دكتور؟ اي حاجه مصنعه نبتعدوا عليها. مصنعه؟ اي حاجه مصنعه. اللحوم الحمراء؟ اللحوم الحمراء لا، مهم جدا للطفل لانه هو فتره النمو محتاج للحديد. ومصدر ديال يعني الحديد الجيد اللي تيتمتص عند الطفل هو اللي تيكون في اللحوم الحمراء او للاسماك اون جينيرال، ولكن هذا لا يعني ان خاصنا نديروا الافراط فيها، خاصنا نتناولها بطريقه يعني عقلانيه. نقول واحد جوج مرات في الاسبوع.
طيب إذا هو يعني هو يعني ليست بحمية وإنما هو أكل متوازن وصحي دكتورة مع التركيز على بعض يعني القيم الغذائية اللي عندنا في الأطباق ديالنا، وربما هذا لو ريجيم مايند يعني ممسوح كذلك المتقدمين في السن لأنه ربما يعني يزيد يعني من الذاكرة وأنه ممكن يقيم الإصابة باضطرابات مرتبطة بالعمر كالخرف والزهايمر. دكتورة مريم تفضلي. فعلا تكلمتي على يعني ماشي غير عند الاطفال، كنا خاصنا نتناولوا هذه الحميه هذه غير عند الطفل، خاصنا نركزوا على العناصر اللي ذكرتها. وغدا ان شاء الله على اللجان يعني نعطي بالتدقيق شنو خاصو يفطر، شنو خاصو يتغدى، شنو خاصو يتعشى، شنو خاصو يدير في الكوتي ديالو، وشحال محتاج الطاقه في اليوم. طيب هذا بالنسبه يعني للوليدات اللي هما مستقبلين جيدين لكل اكل صحي، ولكن جاني سؤال وهذا يعني مسؤوليتي انني نقول لك دكتوره مريم الوهلي. العتيقة من فاس تقول ولدي عنده 12 سنة، من بعد الكونفينمون لهنا ولات عنده سمنة زائدة وكتخلعني لا أنا لا بابا، قليل الحركة، دائما قدام الألعاب الإلكترونية، وماكلته تعتمد غير على لي بات وعلى لي بيتزا وعلى لي صوص، وطيلة حياتي وأنا معاه دائما ما كيفطرش، وملي كنعطيه يفطر بحال كيبغي يبوع في الصباح. هذا ما عندي نقول، وعييت أنني نقنعه باش ياكل أكل صحي، وشجعته ما هي مرة ما هي جوج، وقارنته بختو اللي كتاكل كل شيء وما وصلتش للنتيجة، دلوني على النتيجة. تفضلي يا دكتورة مريم الوهلي. فعلا هذا الصراع ديال الاباء مع الاطفال ديالهم ولا حتى الاولاد اللي كيكونوا يعني في المراهقه صعيب بزاف، لان حتى حنا في هذا العصر ديالنا عندنا بزاف المنتوجات قدام عينينا، ويعني الخيار كثير بزاف تنتوهوا وتتكون لا تونطاسيون، وللاسف اختيار غير صحي، للاسف اختيارات غير صحيه. نعم اون جينيرال الماكله اللي تتكون غير صحيه تكون بنينه داكو، وتتعطي لاديكسيون، تتعطي الادمان داكو، لان فيها بعض المواد من الدهنيات الملح والسكريات، هادو مواد اللي تخليو الدماغ ديالنا مدمن على هذاك الاكل وضروري خصنا نتناولو. واحد الحاجه ذكرتها هي المقارنه، ما عمرنا نقارنوا الطفل بالطفل داكو، ومرنا يعني نقصوا من هذاك الطفل. اول حاجه نطلب من هذه الام هذه انها تجتهد، لانه ولا كانت يبغي مثلا لي بات اوكي فهمنا ان لي بات كاع الاطفال يبغيهم، ولكن واش ما عرفش انا يعني تنظن بان هي اللي تبريباري لي لي بات، يعني هي تصوبلي لي بات، دونك خاص تكون اجتهاد. الاجتهاد مثلا عوض ما ندير لاصوص بلونش مثلا ندير لاصوص بماطيشا اللي تاع الدار باغ اكزومبل، ندخل فيها مثلا خضيره لا كورجات محكوكه او لا خيزو محكوكه، هذه الاشياء ما تتبانش كاع نهائيا وتقدر انه يقدر ما يعرفهاش اوكي، وندير بعض التوابل اللي منها الخرقوم منها السكنجبير، هذه كلها الزعتر مهم جدا. نعم مهم جدا هذا الزيت البلديه، الثومه الزيت البلديه فعلا فعلا. وحتى مثلا تيبغي جانك فود ولا الفاست فود مثلا الهامبرغر، حتى هو ممكن ان نصوبوه في الدار بطريقه صحيه ويكون صحي. ربما هذا الطفل هذا ما عندوش البديل داكوغ، لان يعني الافكار عند الام ديالو افكار يعني محدوده، تبقى نورمال ماشي كلشي عنده الثقافه الغذائيه. وهذا الشيء انا يعني فريمون تنحب اننا نهضروا بزاف في التغذيه من الصغر، ملي تنولدوا الطفل وحنا تنهضروا يعني ملي تكون تنتناولوا واحد الوجبه يعني مجموعين، خصنا نتناولوا نهضروا على المكونات، نهضروا على الفوائد. وبزاف الناس ما عندهمش درايه، يعني انا جاهله بواحد الحاجه، راه سي نورمال ان الطفل ديالي يكون ما عارفش هذيك الاشياء، نقدر ندخلوا دورات تكوينيه، وكاين دابا دورات تكوينيه اللي تساعد الاطفال انهم يكون عندهم واحد التوجه صحي داكوغ، يعني من ناحيه الرياضه، من ناحيه الاكل، من ناحيه بعض لي زاكتيفيتي، لان حتى لا تكنولوجي خرجت علينا واحد شويه، خلاتنا نكونوا معقدين وما تنتحركوش. دونك يعني خاص فريمون الاجتهاد عند الاباء، ماشي واحد الحاجه سهله، لان احنا ديما في صراع. انا براسي يعني بنتي باقا صغيره ولكن في صراع معها، لان تتشوف يعني اطفال اختين تيتناولوا بعض الاشياء، ولكن خاصك الطفل ما خاصكش تقولي لا ولا اه، الطفل ما تيستوعبش هاد جوج كلمات. يعني في تكوين الطفل او البسيكولوجيا الطفل خاصك تبرر ليه، تعطيه يعني لاجيستيكاسيون علاش هذيك تقنعو، ما يمكن لا اه ما تدخلش ليه هو لدماغه. يعني يعني حتى في السلوكيات خصنا نبدلوهم شويه مع الاطفال ولا حتى مع المراهقين، لان مهم جدا ان الطفل نديه معايا يتقد ونفتر ليه، ندوز من حدا كاع لي غايون تتبعوا فيهم بعض الاشياء نقدروا نقولوا مضره للصحه، ونقول ليه راه ما غتناولوش هذا الشيء ولا غتناولوه مره في الاسبوع، ولكن ها علاش
علاش؟ لان في هذه الماده مضره، نعم. في هذا الشيء مضر، نعم. نقدر ندي عند طبيب نفساني، نقدر ندي عند طبيب تاع التغذيه، لان كاين بزاف الحلول اللي تقدر تعتقها الطفل، نعم. او هذا يعني المراهق من اشياء اللي تكون صعبه، لان خصوصا سمنه وهو يعني على ابواب سن المراهقه، وانت تعلمين يعني فعلا. احساس المراهق يعني اتجاه يعني الجسد ديالو، التغيرات ديال الجسد ديالو والهرمونات ديالو فعلا. كذلك دكتوره مريم الوهدي، نتمنى للعتيقه تكون سمعتنا، واكيد غتكون سمعتنا بجوارحها كما حنا كنجاوبوها بجوارحنا ومشاعرنا، وشكل هو منطقي دائما وعقلاني، وكل ما يثبت يعني دراسيا في عالم التغذيه دائما يعني نستقي منك المعرفه دكتوره مريم الوهلي المختصه في التغذيه والحميه بفرنسا. غدا ان شاء الله غندققوا اكثر وغنفصلوا اكثر في هذا الريجيم يعني العقلي او يعني لو ريجيم مايند. شكرا، الى اللقاء.